NFM 91.2. بيوتيك وانت بيوتيك ولا مش بيوتيك؟ منش بيوتيك. علاش؟ خاطرناش اصلا سمعتها بيوتيك. عفيت كان تحكي لنا شويه على ليفينمون هذيك وتجي تفسرونا هكاك. تراديسيونيل. مي هو فيتمون تراديسيونيل معناها بالعربي باش نفهمك. لباس تقليدي. لباس تقليدي، لباس تقليدي باش نوريو ثقافتنا معناها ثقافة تونسية وصفاقسية معناها الأصيلة. بويسك معناها العباد الكل ولات دون لا تيرم دو موديريزاسيون. وليت اللبسه التقليديه تنسى برشا يعني ما عادش فما دراع برشا كان في العرس ومناسبات معناها ما عرفت مناسبات تجيك مره بعد قداش لو انت كان طيح طفله فهمتني باش تخرج معها اول مره تخرج معها في اللبسه هذه ولا بيان سور عليه العش خاطر هكاك ديجا حاجه وليت كيما نقولوا في مخي معناها لبسه قديمه واحنا ديجا فهمتي فهم معناها انت باهي وانت شنو بيتفلي طايحك بيان سور مش انت باش تطيحوا اول رونديفو تخرج معها باللبسه هذه ولا لا علاش خاطر ياسر قديمة هي صحيح احنا عملناها باش نعزوا الثقافة التونسية نتاعنا ما نتوقعش معناتها والله اوكي اوكي جيست تكريم برا احنا نستعاروا منها اما اوكي ما يسالش مالا سهرية تمشي بها نوعدك كانت تبارك الله عليكم الزوز فهمتني ميرسي يوم قالت لي دونك معنا اليوم جروب انستا باند بون انا اللي ما فهمتوش تمشي البوزار تلقاهم جيل الياسوسي تلقاهم دونك سؤالي ليهم هما تخلصوا في الفيسك ولا في التاكس ولا كيفاش تعملوا مع الدوله انتوما والله جا الوالده في الفيسك بريك الوالده في الفيسك الوالده في الفيسك خاطر ما يصيرش هكا معناها كل ليله كل ليله كل ليله فريمون ويقول لك ما عندناش دي تالون في صفاقس وما عندناش عباد تخدم في الموسيقى الور لا هذا احسن ريبونس نسمعوا من عندكم بالعكس صفاقس مليانه بلي تالون وماذا بينا معناها نظهروا لي تالون اللي عندنا وكل شيء مي كي نشوفوا ايفينمون كيف ما هكا نقولوا بوركوا با ما نمشيوش معناها قلت لكم ليفينمون هذه معناها بمناسبه شنو ولا؟ بمناسبه اليوم اللباس التقليدي اليوم اللباس التقليدي وين اللباس التقليدي؟ احنا جينا بروفيزوارمون هكا معناتها ما بدلت انت على البارح ولا ما بدلتش؟ بدلت وين بوت البارح؟ عسلامة 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 شنو حوالك؟ لاباس شنو تعمل هوني؟ نقرا هوني بيان سور وجيت باش نحضر ليفينمون هذايا تجي تقرا هكا انت؟ لا بيان سور مش كيما هكا اما بويسكو عندنا ليفينمون هذا دونك لازمنا نلبسو ستيل اخر اللي هو؟ اللي هو ستيل ارتيزانال اللي هو ستيل تقليدي معناتها بمناسبه مناسبه ليفينمون اللي عملت له الفاك نتاعنا ليفينمون بمناسبه مناسبه الصناعه التقليديه حاجه كيما هكا اليوم الوطني للصناعه التقليديه لللباس التقليدي لباس تقليدي صحيت صحيت باه ولا مازلنا مين شبيك تحب تهرب اي مازلنا برشا برشا باش نطولوا باه قولي انت شنو علاقتك باللباس التقليدي انا والله هي وكا نلبسوه كان في المناسبات والاعياد معناتها هي طيح طفل باش تخرج معاه اول مره تلبس لباس تقليدي بيان سور لا بيان سور لا عليه لا تخيل معناتها نخرج له بجبه هكا وسبسالي وشاشيه باهي وانت توك تسمى لبسه تقليدي هكا ولا انا مو مش تقليدي تقليدي جوست هكا حاجه في راسي وكا يا بابا علي حامل ابو عكازي ابو عكازي جاوكم باهي حامد مريكا مريكلين جاونا باهي مية مية عدل مريكا سيدي ابو عكازي مريكا مادام معنا سيدي ابو عكازي مريكلين يا ولد جاونا جاونا ولد شي يا ولد جاونا جاونا حفالي شوف ما تشنحشن باهي تو باهي اشتع باهي تو باهي معايا باهي انا سلام فيك هدى عليك يا سيدي اهي